تمنيت قديمة معايا انتي فرحي وهنايا ندير يديك في يديا ونعيش انا ويا. جيت خصيصا لانه استدعاني هذه واحد 6 شهور 7 شهور سنين قالها لي قلت له دفع كاين شي مال قضية انا توجد انا امر بغيتي نعاونك نعاونك غير امر مسكين ولد الناس والله الله يسهل عليه لانه يستحق كل الاحترام والتقدير لانه كيبحث مسكين حتى هو. جيت خصيصا باش نشجع خويا وحبيبي سي حاتم ادار الفنان العصامي المناضل وكتربطني به علاقه شخصيه علاقه صداقه واخوه وكنتشاركوا نتشاركوا الهموم وكنتشاركوا النقاشات في في في, في الاغنيه المغربيه وانسان اللي كيحاول وكيطمح باش الأغنية المغربية توصل للعالمية إن شاء الله. نبغي نقول مبروك عليك الأغنية جديدة وكنتمنى ليه النجاح والتألق الدائم يا رب يستاهل فعلا يستاهل. حاتم خويا مبروك عليك الله يكمل عليك بالخير وراه دائما احنا مستعدين باش ندعموك ونكونوا معك أخي. حاتم فنان كبير صوت رائع جدا كنتمنى له كل خير واليوم عرض عليا وانا شرف لي نكون معاه كما كنقول ديما نفس الجمله احنا كفنانه واجب علينا نعاونوا بعضياتنا وندعموا بعضياتنا لان انتو كتعرف حنا ما عندناش اندستري ميوزيكال ما عندناش كيفاش انسان فنان هو كينتج راسه هو هذا كيتقاتل ويتعذب فالمينيموم اللي نقدروا نديروا هو حنا نعاونوا بعضياتنا. قبل ما نتكلم على الاعمال ديالي كنتكلم على هذا الشوكيز او هذا الحفل اللي درت فيه اطلاق العمل الجديد فريمون كنت فرحان بزاف لما جيت لقيت هذا الكم كبير ديال الاعلاميين والصحفيين والفنانه والموسيقيين والسينمائيين يعني الحمد لله يعني شفت واحد الجمهور كبير اللي جاي يساندني فما يمكن لي غير من خلالكم نقول لهم الله يعطيكم الصحه شكرا لكم جزيلا للي خدتكم عليا الله يكبر بكم كبرتوا بيا ويا ربي هذا العام ان شاء الله نلقى واحد النجاح ان شاء الله. الفكره كانت منوعه يعني حاولت انه ندير واحد الاختلاف يعني اول مره نغني باللغه الاسبانيه عطيتها حقها باش انه نحاول نحطها ماشي 100% ولكن امه بالقوام ديالها كيف ما كيقولوا. الايقاعات كانت سريعه كانت فرحه اكثر لانه الحمد لله حنا مقبلين على واحد موسم الصيف اللي كيبغي شويه ديال الحركه شويه ديال الانغام اللي هي خفيفه فيا ربي هذا الصيف ان شاء الله يكون صيف الخير علينا كاملين والله يحفظ الجميع خصوصا دابا كنعيش واحد المرحله شويه صعيبه من خلال المشكل اللي كاين حاصل حاليا ديال هذا المرض ولكن يا ربي الله يحفظ الجميع والله يعطي الصحه للجميع يا ربي. تحيه كبيره لكل الجمهور تخصصا طلع عليكم الصحه جميعا كنحماق عليكم من خلال هذا المنبر الجميل معكم حاتم إدارة.